قوم يا بيه، قوم يا اخويا. يروحنا ب 60,000 داهية بسببك يا زغلول. بس يا اثبت يا انت وهو يا. انت كنت فرخة في الارض. اقعد يا. انا شبح يا دي انت وهو يا. وانا ايه يا؟ لا قليل يا. انت شبح. ده انا مولعه يا. مولعه ايه ده؟ انت كنت كلب. لا مش انا بقى. مش انا يا حبيبي. امال مين اللي كان؟ مش انا يا دي. مش انت يا دي. ده مش كنت تحت والمش عارف انت عملت تعمل كده. مش انا يا حبيبي. امال مين انت؟ طب تقول ايه يا دي انت؟ والمزعم ما تموتني. والمزعم والله هديلك. والمزعم مش انا. اوعى تقول اي حاجه، انا مهدي البنك كله. ماشي والمزعم ماشي. سلام. ماشي يا عم ماشي. في ايه انت وهو يا؟ انت هتعمل راجل علينا احنا بس؟ في ايه يا؟ ما انت كنت كلب دلوقتي. لا مش انا. يا ابني مش انت، انت مش متسلف. لا يا عم مش انا. يا ابني انت والله. لا والله العظيم ما انا. هو شكلك. لا يا حبيبي لا ماليش دعوه. مش انا. يا ابني مش في حرامي داخل على الباب اللي انت واقف عليه؟ لا مش انا. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا نبلغ البوليس. وهنقول للبوليس ايه ان شاء الله؟ هنقول اللي حصل يا عم، بسيطه جدا. دخل حرامي وثبت زغلول. لا يا حبيبي مش انا. لا يا حبيبي ما شو مش انا. ما تقولش كده. لا زغلول. لا يا عم مش هروح في داهيه. لا يا عم مش لا اسمع مني. هروح في داهيه وربنا. انت اهم واحد في الحكايه دي. تمام. هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ ايه تمام. هنقول له ان انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. إيه؟ دخل حرامي عليك ثبتك وخد شويه الفلوس وهرب. بقول له انت بقى ما دام حافظها انت كده. انت عارف احسن مني. هو يجي يقول له انت بقى كده. هو مين اللي يجي يا ابني؟ هو البوليس. لا اسمع مني، احفظها انت عشان انت بتاع الامن. اسمع مني. تمام. هتقول له ايه؟ قول. قول ورايا. اقول. انا كنت قاعد عند الباب الوراني. انت بتاع. انت كنت قاعد عند الباب الوراني. انا بقى كنت قاعد فين؟ انت اللي لسه قايل. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. يا حبيبي. تمام. انت يا حبيبي. قاعد فين؟ يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا طب انت معترض على انا؟ مفيش في كلامي حاجه تعترض عليها. انت يا حبيبي انت او بتقول انت مش بتقول انا يا حبيبي. قول يا حبيبي. قول. مالكش دعوه بيا. ايوه يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. انت كنت قاعد فين؟ يا حبيبي. مالكش دعوه بيا. ماليش يا حبيبي دعوه بحد يا تمام حبيبي. انا كنت قاعد في كافيه. ايوه عشان كده البنك اتسرق. عشان كده اتسرق يا حبيبي. عشان ساب البنك وقعد في كافيه يا حبيبي. مش مهتم بالبنك يا بابا. ايوه يا حبيبي. قول يا حبيبي. بقول لك ايه، ركز معايا. قول يا حبيبي. قول انا كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. انا كنت قاعد عند الباب الوراني للبنك. تمام. دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. ايوه دخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. بقول لك يا ابني انت هتعمل لنا عبيط. ده انا متخلف عقليا. عامله نفسي نايمه. ما تضايقناش. ايوه اسمع الكلام. ايوه قول. تمام. ايوه حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. ودخل حرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. انا هفهمك. ايوه. بص يا زميل. بص يا صاحبي ركز معايا. ايوه تمام. طالما انت بتحب الحاجات دي يا شبح. ايوه يا حبيبي. ماشي يا زميلي. قول يا حبيبي. انت كنت قاعد عند الباب الوراني بتاع البنك. تمام. دخل الحرامي. تمام. ثبتك. لا مش انا. لا مش انا يا حبيبي. ما تلفش الكلام يا حبيبي وتوصل للي انت عايزه يا حبيبي. مش انا يا بابا. اوعى يا. لا يا حبيبي. لا لا انا لما اقف في حته محدش يعرف يعدي منها. لا قول يا حبيبي. ماشي ماشي ماشي. قول يا حبيبي. يعني ده انت بني ادم مش قبل كده. لا كمل يا حبيبي. اديك شفته. كمل يا حبيبي. اديك شفته يا بابا. ركز معايا. مركز. ما تبقاش بني ادم براس كلب. معلش. افهم الكلام. ماشي. تمام. ماشي. ما تجنناش. ماشي. احنا فينا اللي مكفينا. ماشي. قول يا حبيبي. دخل الحرامي. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. وانا عامله نفسي نايمه. يلا عبط عبط. اوعى. انت ما تقولوش دخل حرامي. كمل على طول. ما انا قلت له دخل ثبتني. قال لي مش انا. ما انا مش عارف اقول له ايه. قول اللي بعده. قول اللي بعدها. قول اللي بعدها. مش انا. المهم هتقول للبوليس الكلام ده كله. اقول له يا حبيبي. تمام. قول انه خد مننا شوال. لا شوالين. هو شوال واحد. شوالين. افهم بس يا زغلول. افهم بس. شوالين يا. شوالين يا حبيبي. افهم بس. افهم.
ما ينفعش خالص سوال، لان الواد خد سوال واحد بس. لا ينفع، عارفين ينفع ليه؟ ليه؟ ليه بقى؟ لان الحرامي خد سوال. احنا بقى نقول الحرامي خد سوالين، الحرامي مشي بواحد ناخد احنا التاني نقسمه علينا، يبقى معانا فلوس كتير قوي، اغنياء. صح؟ يا ابن الايه؟ وليه؟ والمصحف ما فهمت منك ولا كلمة. انا هشرح لك بلغه البني ادمين. ايوه هو يقصد ان في حرامي جه سرق شوال وجري. أيوة. احنا نقول للبوليس ان هو سرق شوالين، ناخد الثاني نوزعه علينا. صح. امين امين. عيب عليك. يلا يلا نبلغ البوليس بسرعه. يلا نبلغ البوليس. الفكره دي جامده وهتدلع. طيب استنى انا هداري شوال جوه في الحمام عشان يلا يلا امجد وديه في الحمام الرجالي. يا روما يلا يا حبيبي بلغ الشرطه. يلا اكلم البوليس. ايوه تمام. وقول له اللي انا حفظته لك هنا. ايوه يلا بلغ الشرطه. يلا يا سليه. يلا يا سليه. يلا يا استاذ بلغ وهنغني وهنرقص. يلا يا حبيبي يلا نبلغ الشرطه دلوقتي. انت شارب ايه؟ يلا يا حبيبي. زلوين 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 زلوين، واحد اثنين اربعة ستة زلوين زلوين زلوين، واحد اثنين اربعة ستة زلوين زلوين، او او زلوين 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 زلوين، واحد اثنين اربعة ستة سبعة ثمانية ستة زلوين زلوين زلوين، او او زلوين زلوين زلوين، واحد اثنين اربعة ثمانية واحد اثنين. ناقص رقم. بقول لك ايه؟ زلوين او زلوين او زلوين. بقول لك ايه يا استاذ مزيكا؟ زلوين زلوين زلوين. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تسمعنا حاجة. وي 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 وي. يا ابني انا عندي السكر ما تتعبش امي. الحانك دي احلى من عمر خيرت والمصحف بتبسطنا. زيري من عاو زيري من عاو زيري من عاو. اطلب البوليس. استنى بقى استنى. انت بتطلب البوليس ولا بتصطاده؟ الو بوليس النجده؟ ايه ده مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ مدام اسعاد جايه مدام اسعاد جايه. طب بقول لك ايه، هات تمن رومي. تمن جبنه رومي وبنص جنيه لانشو. وهات ب 2 جنيه زيتون مخلي عشان البيتزا. عشان عجينه البيتزا عشان بذر بيقف في بقنا. يلا سلام يا عبد سلام. انت فين يا امشير؟ صباح الخير. صباح الخير يا امشير. ايه ده الفلوس جت؟ طب كويس، حضروا محضر التسليم علشان نسلم الفلوس دلوقتي ونعدها. ميعادك الساعه كام يا هانم؟ معلش يا امشير اتاخرت شويه صغيرين والله. ما البنك مالوش ساعه يتكلم فيه. عرفت بتتاخر ليه؟ عرفت يا اسطى، انت وريتني الصور اللي انت قافش عليها. سيرك في الصور فظيعه. ايه ده شفت الصور وهي مش لابسه ال يا لهوي يا عدالة خالص كده. طب في حاجات يعني خالص كده. لا وده يشيل شويه وده يشيل شويه. هشتكى يا صاحبي هشتكى. ايه ده هو انتوا شفتوا صور المصيف؟ لا مصيف ايه؟ كلها شفنا صور. ايه يا بيه؟ شفنا صور السبوع بتاعك يا هاني. وترشوا ملح بتغزوا العين. تستحمي في الحوض ما تستحمي في البني. ايه ده انتوا ايه الاستظراف اللي انتوا فيه ده؟ احنا بس بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا جماعه. ايه ده هي الفلوس جت؟ ده واضح انه يوم نشيط قوي. يوم نشيط، اليوم بيلعب ضغط اصلا. بقول لحضرتك تعالى اقول لك بس. ايه؟ انا هاجي اطلب ايدك من ابوكي. انا اتجوز ساعي؟ لا ساعي ايه، انا والله محاسب اصلا. ايه ده بجد؟ والله رحت اقدم في بنك كل الشروط مشيت عليا ما عدا شرط واحد، يعني مكتوب اجاده انجليزي معايا، كمبيوتر معايا، محاسبه معايا، تجاره كله معايا، هو شرط واحد اللي ما مشيش. ايه؟ حسن المظهر. قالوا لي انت حسن الاسمر. ما رضيوش والله، بس انا محاسب اصلا. يعني انت ممكن تشتغل محاسب معانا في البنك؟ ايوه ممكن طبعا، بس هتلاقيني شغال بروح الساعي، يعني بدل ما اقول 3 زائد 4 ب 7 هقولها من الساعي، 3 زائد 4 ب 7 على ميه بيضه. مش هنفع مش هنفع والله. انت ايه خفه الدم الزياده دي النهارده؟ انا بحاول افك لك اليوم من الاخبار اللي هتسمعيها. اخبار ايه؟ اصل انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. ايه الحلو؟ البنك. والوحش؟ اتسرق. يا نهار اسود، البنك اتسرق؟ ايوه طبعا. اتسرق ازاي؟ دخل علينا حرامي. والعم انا نسيناه. ايوه والعم انا نسيناه. ايوه والعم
نفسي نايمه ولا عامله نفسي نايمه ولا عامله نفسي نايمه ايوه انا دخل حرامي ولا عامله نفسي نايمه ولا عامله نفسي دخل حرامي وثبت الواد زغلول لا مش انا يا حبيبي لا مش انا يا بابا مش انا يا حبيبي مش انا يا بابا عيب تلفوش الكلام يا حبيبي حوروش الكلام يا بابا دخل حرامي وثبت علي ربيع تمام مش زغلول خالص ايوه وسرق من عندنا شوالين فلوس سرق شوالين ايوه انتوا بتتكلموا على الولد اللي كان راكب موتوسيكل بره البنك هو ده لا بس ده كان شايل شوال واحد لا حبيبتي كان شايل شوالين يا حبيبتي لا يا حبيبتي حبيبتك اه يا حبيبتي حبك قرد والله ما تحبنيش ليه يا حبيبتي هو كان شايل شوال واحد لا كان شايل اتنين والله شوال واحد ما تحلفيش بالله عشان جهنم دلوقتي بتلم جهنم دلوقتي ايه بتلم كتير اقسم بالله العظيم كان شايل شوال واحد لا ما تحلفيش يا حبيبتي عشان اتنين انت شفتي التاكسي الموتوسيكل شفتيه منين ايه؟ شفته منين شفتي الموتوسيكل منين من اليمين ولا من الشمال من ناحيتين طب شفتي بقى الموتوسيكل بتاع الواد صاحبه اللي كان الناحيه التانية اللي كان ماشي عكس اه شفت اه ده خد مخالفه ده محبوس والله سنه سجن والله فكرتني بذكرى صاحبي والله ذكرى اليمه والله ده سنه سجن الواد ده والله كله تمام يا ابو الزغاليل خلاص زحلقت الحلويات زحلقت حطيتها في الكبانيه في الكبانيه كله في الكبانيه انا بس بطمن على نصيبي ايه القرف ده ايه في ايه ايه في ايه احنا بنحط حاجتنا في الكبانيهات ايه ما كله بيحط في الكبانيه في ايه انتوا ايه اللي بتقولوه ده هو بعيدا عن كل ده انا مش فاهمه ازاي البنك يتسرق بالسهوله والسرعه دي اتسرق بسرعه هنعمل ايه بسرعه والله جدا انا اقول لكم ازاي البنك يتسرق بسرعه البنك بتاعنا ده اسمه ايه كويك بنك يعني البنك السريع عشان كده اتسرق بسرعه عارفه لو اسمه البنك الاهلي يتسرق بقى بتشكيل وخطه ومدرب ومش هيعرفوا يسرقوه برضو اعد لنا البنك ما تقلقوش انا ايه اتسرق بسرعه يا جماعه ثانيه واحده بس احنا لازم كلنا نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا إيه؟ البنك ما اتسرقش ايه البنك ما اتسرقش الفلوس هي اللي اتسرقت بتقول لك البنك ما اتسرقش الفلوس هي اللي اتسرقت عروستي